أهلا بكم، أستعرض معكم اليوم أول هاتف في العالم بكاميرا سيلفي مخفية أسفل الشاشة، وهو هاتف Exyn 25G من ZTE الصينية. لنقل إذن وداعا للنوج أو الثقب أو حتى للكاميرا المنبثقة للأعلى. في هذا الهاتف يمكنك الاستمتاع بشاشة كاملة بمعنى الكلمة، وبتوقعي ستكون هذه الكاميرات المخفية أسفل الشاشة هي السمة الأبرز في هواتف 2021. دعونا نتعرف على الهاتف. يأتي Exyn 25G بشاشة OLED كاملة بدون ثقب أو نوتش بقياس 6.92 بوصات، بدقة Full HD Plus، بألوان جميلة وسطوع ممتاز. تم تصنيع الشاشة من مجموعة من المكونات الخاصة بتقنيات تسمح بمزامنة عمل الشاشة والكاميرا الأمامية التي نراها هنا أسفل الشاشة بعدسة الماكرو، أي أننا في الوضع الطبيعي بالكاد نلحظها أثناء تصفح الهاتف أو مشاهدة فيديو. هنا لا يوجد قطع أو ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية كما قلنا، وهذا ما يتفرد به هذا الهاتف عن كل الهواتف الموجودة حالياً في الأسواق. هنا قامت شركة ZTE بتزويد الشاشة بغشاء أو طبقة رقيقة خاصة مقاومة للانعكاس تزيد من شفافية الشاشة دون الإضرار بجودة الصورة. الشاشة هنا بمعدل تحديث 90 هرتز مع استجابة لمس 240 هرتز، وهذا شيء رائع بالنسبة لهاتف من هواتف الفئة المتوسطة. يضم Exyn 25G ماسحاً ضوئياً لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، يستجيب بشكل جيد وسريع. الهاتف نحيف وخفيف نوعاً ما، يزن 198 جراماً. في الخلف لدينا زجاج عالي الصلابة باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى وحدة كاميرا رباعية أعلى الزاوية اليسرى تضم 4 كاميرات، الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، والثانية للزاوية الواسعة بدقة 8 ميجا بيكسل. لدينا أيضا كاميرا ماكرو وكاميرا للعمق وعزل الخلفية، كل منهما بدقة 2 ميجا بيكسل. يعمل الهاتف بمعالج قوي الأداء من كوالكوم، وهو سناب دراجون 765G 8 النواة وفق معيار 7 نانومتر، ويأتي بخياري ذاكرة وصول عشوائي إما 6 أو 8 جيجا بايت رام، وبذاكرة تخزينية إما 128 أو 256 جيجا بايت. أداء الجهاز قوي وسلس أثناء استخدام التطبيقات وأيضا أثناء اللعب بالألعاب الثقيلة. زود الهاتف ببطارية هي ليست الأكبر، تأتي بسعة 4220 ملي أمبير ساعة، تكفي ليوم كامل من الاستخدام العادي. البطارية هنا تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعة تقريبا، لكن الهاتف للأسف لا يدعم الشحن اللاسلكي. بالنسبة للصوت للأسف زود الهاتف بمكبر صوت واحد فقط هنا في الأسفل، ما يعني أنه ليس لدينا صوت ستيريو، ولكن رغم ذلك جودة الصوت هنا جيدة. الجميل هنا هو أنه لدينا بعض الخصائص العملية بالنسبة للصوت مثل هاي فاي لجودة صوت عالية، وكذلك تقنية DTS X Ultra للاستمتاع بالصوت المحيطي أثناء اللعب ومشاهدة الأفلام. والآن دعونا نتحدث عن التصوير، ولنبدأ بالكاميرات الخلفية. كما قلنا لدينا 4 كاميرات هنا، الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل لكنها تلتقط صوراً بجودة 16 ميجا بيكسل كما في جميع الهواتف التي تحتوي على كاميرات بهذه الدقة. الصور هنا جيدة ومليئة بالتفاصيل. الكاميرا الثانية واسعة الزوايا بدقة 8 ميجا بيكسل، حيث يمكنك تصوير مشاهد أوسع مقارنة بالكاميرا الرئيسية. أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا البورتري بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخيراً لدينا كاميرا التصوير الليلي نايت مود، وهذه بعض اللقطات بوضعية التصوير الليلي في الإضاءة الخافتة والمعتمة جداً.
نحن بالطبع مهتمون بكاميرا السيلفي هنا التي تميز هذا الهاتف وتأتي أسفل الشاشة كما قلنا بدقة 32 ميجا بيكسل. لنرى هل تصور بالشكل المعقول رغم أنها أسفل الشاشة؟ على ما يبدو تقوم بعمل جيد كما نشاهد في هذه الصور المفعمة بالألوان والمليئة بالتفاصيل. وهنا لدينا صور بورتري بعزل وتطبيب الخلفية. كما تصور الكاميرا الأمامية فيديوهات بدقة 1080 بيكسل. كانت هذه إذن مراجعتنا لأول هاتف في العالم بكاميرا مخفية أسفل الشاشة، وهو هاتف XN20 5G من ZTE الصينية. ما رأيكم في هذه التقنية الجديدة؟ وهل تعتقدون أنها ستصبح السمة الأبرز لهواتف العام المقبل؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. كما يمكنكم متابعتي على إنستغرام وفيسبوك. إلى اللقاء في مراجعة جديدة بإذن الله.